عبد العزيز مبروك المركز الثالث برالي قطر بعد ما كنت ربحت السنه الماضيه، بس هيدي السنه شفنا اصلا منافسه اقوى بكثير، كل جاي ومتحضر كثير منيح. امبارح قلت لي انه كان بهمك البوديوم وجبت البوديوم، كيف بتلاقي كان الرالي؟ الحمد لله، الاهم في هالرالي ان عملت مايلز كثير في السياره، 260 كيلو تقريبا، تعلمت على الفيستا اول رالي، بس الحمد لله راضي عن الاداء. اليوم خففنا شوي السرعه، ما مش خففنا كثير، لكن في الاماكن اللي فيها رف وكذا الواحد ما يبغى يكسر سياره. اهم شيء حفظنا على المركز الثالث، عرفنا ان القاب بيننا وبين خالد سويد دقيقه ونص، بدايه اليوم خلصنا دقيقه ونص، فكنا نعمل كنترول، نخسر خمس ثواني ناخذ خمس ثواني، وناصر وخالد ظلهم بعيد عنا شوي، وكانت في منافسه حاميه لين ثالث مرحله اليوم، بعدين صار فرق شوي، خالد حصل له فلات تاير. الحمد لله رالي جيد، نحتاج شوي خبره السنه، اتوقع ان شاء الله في السجلات اللي بنعملها في الدبليو ار سي اكيد راح نستفيد خبره. وناصر وخالد اتوقع اقل واحد فيهم رصيده 60 رالي دبليو ار سي، انا جولتين بس العام 2012، فان شاء الله السنه مع جولات دبليو ار سي راح تعلم كثير ان شاء الله، ويمكن في الكويت ان شاء الله نحاول نكون اقرب القاب يكون اقرب ان شاء الله. كنت بدي اسالك عن رالي الكويت، بما انه راح تعمل لوكال وبتحضر للانترناشونال بالكويت، بتحس رح تقدر تعلي الليفل اكثر، وخصوصا انه الفورد عم بتساعدك؟ اكيد من كل النواحي، المراحل ربما تكون نفس المراحل، نفس طبيعه الارض، راح نتعلم ونجرب اكثر من نوع اطارات، حتى ديماك احتمال نجربهم في الكويت، راح نوصل للكومباوند الافضل للكويت، سيت اب ارتفاع السياره، في اشياء كثيره طبعا راح نستفيد من رالي الكويت المحلي، تجهيز لرالي الكويت ان شاء الله الدولي. اوكي مبروك، شكرا لك.